أول نصيحة للبنات أول ما قبل ما تشغلوا السيارة تعملوا walking around. walk around يعني بتمشوا حوالين السيارة بتشيكوا التايرات في شي مسمار تاير مبنشر في شي ضربة حدا حتطلق مسمار تحت التايرات فبتشيكوا على أول شي التايرات البنات شغلة سهلة هذه الشغلة مو صعبة عليكم فبتشيكوا إذا في مسامير في شي النصيحة الثانية للبنات تشتروا سيارات جديدة لا تركبوا سيارات مستعملة لأن لو وقفت فيكم السيارة المستعملة بالشارع ما راح تعرفوا تتصرفوا وراح يوقف لكم 70 واحد ليساعدكم وسبعين واحد راح يرقم وسبعين واحد ناطرين تتصلي فيه وكلهم متجوزين يعني لو مرتوا مواقفة بالشارع بيبعث للونش ما راح يجينا فنصحتين شيكوا على تيارات السيارة وركبوا سيارات جديدة يا بنات وتعلموا شلون تصفطوا السيارات لما ترجعوا تصفطوا السيارة ولا بنت بالعالم تعرف تصفط سيارتها تعلموا السلام عليكم سببين رئيسيين لخراب الماكينة اوكي تابعوني شو الحلاوة X5 ما في شيء اسمه خراب الماكينة في شيء اسمه خراب جنزير الصدر أو البستون راس الماكينة لما تخرب الماكينة هذول الاثنين لازم يتبدلوا لو الميكانيكي صلحها تصليح ورقعها ترقيع وما بدل لك الشغلتين هذول راح ترجع له بعد 10 أيام أو شهر تروح فلوسك عليك وأكيد راح تروح فلوسك عليك فالماكينة عبارة عن جنزير صدر وراس الماكينة ممكن ما تحتاج الراس بس تايمينج شين اللي هو جنزير الصدر وأنا لاحظت أنه كثير من الميكانيكية والسواقين عم يستفيدوا من نصائحي وخاصة بأكثر ميكانيكية بدول الخليج صاروا يبدلوا الكولنت الخاص بالسيارة بطلوا يبدلوا على مي الريديتر مية حنفيات هذا شيء ممتاز وإن شاء الله ظل فيدكم ولكن شاركوا الفيديوهات مشان ظل تستفيدوا مشان ما تحول أمور تزعلكم فيديوهات تزعلكم شيروا يا مرحبا السيارات الصينية غير مرخصة من منظمة التجارة العالمية لذلك ممنوعة بأمريكا وكندا وأوروبا سيارات ما فيها سيفتي سيارات غير آمنة وبنفس الوقت الصين تعتمد على التقليد والغش لهذا السبب سياراتها ممنوعة بهذه البلدان بس مسموحة بأفريقيا آسيا الشرق الأوسط ودائما الصين تعتمد الكفالة نوع الكفالة 10 سنوات وهذا لا تغري المشترين يعني. فبعدوا عن السيارات الصينية أخواني بعدوا عن ما تسوى السلام عليكم لا يصح الله صحيح لا يصح الله صحيح شو نسوي بعد ما يصير انك تقيم السيارات اذا كانت خرباتها كثيرة وسيارات ما تسوى وسيارات قطاع غالية وداشة طالعة من الكراج اذا انت متعود على السكرين عزيزي السائق دائما اشتروا سيارات جديدة من الوكالة لا تعرف قوة هذه السيارة وروعة هذه السيارة وجمال هذه السيارة من الوكالة زيرو هي اللي تعطيك نتيجة انه هذه السيارة كويسة او مو كويسة وإلا خليك على السكريب البس السلام عليكم